هن الجيش طلع قرار انه انا فتت على الحاجز من دون وراء مستيقل، وانا يانا دول وراء المستيقل معاي، واخذوا وراء تحت مني على الشارع. احنا كنا على الشارع ما فتناش على الحاجز، هدول وراء المستيقل، هدول وراء المستيقل قلت له تفضل، واخذن وشافن وقال لي تفضل. صاحبوا علي سلاح وقوسوا بالعالي، بعدين اجوا لقوا قوات لإلن فاتوا على العالم دقوا فيه انه تحت، واجوا ياخذوا له بنت اخوي للشاب، اجوا ياخذوا له بنت اخوي وفاتوا العالم، اجوا العالم تدخلت وصارت تتهجم عليهم، واجوا الملالات بلشت تقوس علينا، فاتوا تقوست علينا، وراء المستيقل معي والمستيقل ياتوا تحت، وكل يوم بمر على حواجز انا ما حداش بيتعرض لي. وقلنا 5 سنين معشرين انه هن بحالنا واحنا بحالنا، قبل المشكله احنا بدنا نروح من الشغل، بس هن دفوت ولطشوا على بناتنا وفلطشوا على نسواننا، عشان هيك ما سمح لنا بهذا الشيء، وهن بدهم هذا الشيء. هن شو اللي يمشوا بالزواريب؟ شو اللي يمشوا بالزواريب؟ ولا عندنا سلاح ولا عندنا رفع ولا عندنا شيء، اخذوا كل شيء منا، اخذوا دمنا. شو بدك؟ ما بنتعرض للجيش ولا بنتعرض لحدا، هن تعرضوا لنا. وين وراء المستيقل؟ وانت صورت وراء المستيقل فرجيها للعالم. عسكري يقول في حدا جا حرم المخيم،